التميز والإبداع من سمات الأشخاص الناجحين والجادين والطموحين الذين يعتبرون ثروة وطنية وإنسانية ويساهمون في نهضة الأوطان والمجتمعات، ثروات تحتاج إلى رعاية واحتضان واهتمام واستفادة لتطويرها للاستثمار فيها من خلال هذه الإمكانيات وهذه الطاقات. ولكن ماذا لو كان هذا الإبداع والتميز عند الأطفال؟ وماذا لو قادهم هذا الإبداع وهذا التميز إلى عالم الأضواء والشهرة؟ كيف سينعكس على سلوكياتهم وعلاقاتهم بالآخرين؟ نطرح هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء مع كل من الدكتور هادي حمزي مدير عام برنامج جينيوس ماب في لبنان والعالم. أهلا بك معنا. صباحك. وأيضا السيدة ميرفت منصور، أهلا بك معنا. وحضرتك والدة الطفل فاطمة حميدانة أيضا الذي تتوسط هذه الجلسة اليوم، وهي الفائزة بالمرتبة الثانية دوليا بمسابقة العباقرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. أهلا بكم معنا في صباح الكوثر. بداية نبدأ معك دكتور هادي لنتعرف، يعني قبل أن ندخل إلى بماذا فازت، نتعرف أيضا إلى البرنامج الذي فازت به وهو جينيوس ماب. ماذا نقصد بهذا البرنامج وأهمية هذا البرنامج ولمن تتوجهون به؟ أول شيء جينيوس ماب هو برنامج لنظام الحساب الفوري عند الأطفال من عمر 4 سنوات ل 15 سنة. نحن بلشنا بلبنان من سنة 2008 وكان عنا مركز صغير، وهلأ صار عنا عشرات المراكز منتشرة في لبنان وفي العالم العربي. هيدا البرنامج لجينيوس ماب من الترجمة اللي هي خريطة العبقرية عند الأطفال. مندرب الأطفال على أنه كيف يعملوا حسابات فورية سريعة. ولكن مش التركيز تبعنا هو بس فقط الرياضيات، التركيز تبعنا هو على تطوير الذاكرة عند الأطفال أو تطوير الخيال عند الأطفال أو تطوير التحليل أو المنطق، اللي بينعكس إيجاباً على المواد الدراسية، اللي بيصير هذا الطفل متفوق بمدرسته بكل المواد الدراسية من خلال برنامج لجينيوس ماب اللي نحن بنقدمه بالتعاون طبعاً مع بعض المؤسسات اليابانية. هذا البرنامج طلق بفكرة صغيرة. هذا البرنامج بيساعد الأطفال شو ما كان مستواهم الدراسي، إن كان مستواهم ضعيف أو كان متوسط أو كان متفوق بالمدرسة، بيقدروا يفوتوا على هذا البرنامج من خلال ساعتين بالأسبوع لتطوير هذه المهارات. نعرف أنه الإنسان عنده شق أيمن وشق أيسر، يعني يمكن هذا البرنامج يعمل على تحفيز الشقين في العمليات التفاعلية. إذا بدي أحكي عن الشق الأيمن والأيسر، الشق الأيمن هو مسؤول عن الإبداع، وكل ما يندرج تحت الإبداع من خيال، من تصور، من مشاعر، من أحاسيس، من هذا الشق الأيمن. الشق الأيسر هو مسؤول عن التحليل، عن الأرقام، عن الحسابات، عن الانضباط. برنامج جينيوس ماب على ماذا يعمل؟ جينيوس ماب هو بيربط ما بين الشق الأيسر والأيمن، لأنه الأيسر بيشتغل على التحليل والأرقام، الأيمن بيشتغل على الإبداع وعلى مهارات التفكير الإبداعي وعلى التخيل والتصور. فنحن منحول من خلال هيدي الأداة اللي هي السوربان الأباكوس، نحن بنسميها باليابان سوربان، نحن منحول من خلال هيدي اللي هي الأرقام من شيء مجرد إلى شيء محسوس. فمنجمع الأرقام اللي هي بالشق الأيسر بالدماغ لنروح على شق الخيال، بصير التلميذ يتخيلها أنه هي موجودة، يعني خريطة ذهنية إن صح التعبير بخيال الإنسان تمكنه. يعني متى انتسبت فاطمة حميدانة إلى هذا البرنامج تحديدا؟ تخبرينها أنت فاطمة؟ أول شيء فاطمة حمدانية حسن ما تزعل. فاطمة حمدانية تفضل. متى انتسبت سيدة ميرفت فاطمة؟ فاطمة إلى سنة بالمركز، يعني مش كتير وقت، والحمد لله فاطمة انه انتسبت من شهر يمكن 12 في هذيك السنة، وفازت كمان عند مرتب كمان كما كان إلى 4 أشهر بعدها بقلب المركز، وكمان عملوا بقلب لبنان مسابقة بين 1000 طالب بين 7 دول، طلعت يعني فئتها الأولى. طيب بنسأل شو السبب لانتسبت لهيك مؤسسة؟ هي فاطمة بتحب المات، بتحبه كتير، فقلت لها أنا بدي سجلك ماما أنه بالمركز هيك، قال إيه ماما بجرب. فأخذت نهار سبت ساعة، قمت قلت لي اسأليهم بيفتحوا نهار الأحد كمان، فيني روح بعد؟ يعني بدها تاني يوم الأحد، أنه هو عطلي بدي أسألها ليه فاطمة؟ فاطمة بتحب تروحي يوم الأحد لتدرسي كمان؟ ليش؟ لأنه حبيت الأسماس. لأنه حبيت الأسماس.
فبتحبي كل الوقت ما بتحبي تلعبي؟ لا ابدا ولا مع رفقاتك؟ لا ولا اي لعبه بتحبيها تاني؟ ما بتحبي تروحي على تظهري، تروحي على مطرح؟ لا امرات امرات. طيب خبريني اول شيء قد ايه عمرك فاطمه؟ عمري 8 سنين. باي صف؟ الصف الثالث. وشاطره بالمدرسه؟ اي مرتبه عاده بالشهر بتجيبي؟ الثاني ام الاولى؟ الثاني ام الاولى. وبتحسي حالك بالمدرسه اشطر ام لا بالاسماس؟ بتنيناتهم. بتنيناتهم. خبرينا فاطمة بتحبي تطلع على التلفزيون شيء؟ لا. ليه؟ ما بحب لأنه ما بحب العالم يشوفوني. ليه؟ سبب؟ بس هلأ العالم عم بيشوفوكي. طيب بس انت مش أول مرة عم تطلع على التلفزيون، لما طلعتي على التلفزيون أول مرة شو عملوا معك رفقاتك؟ شو قالوا لك؟ ما عملوا معي شيء ولا شيء؟ ولا جابوا السيري؟ ما فتحوا الموضوع معك ابدا؟ يعني عم نسال هالاسئله. هي ما خلتهم بدكم؟ ما خلتهم، ما خلتهم. خبرنا عن تجربتك مع فاطمه قبل ما نروح للشق اللي حكينا معها فيه، طبعا هو موضوع حوارنا اليوم. كيف لقيت المستوى الذهني، المستوى العقلي، وما الذي تغير من خلال هذه الدورات وهذا البرنامج تحديدا الياباني الحديث لتطوير طبعا القدرات الذهنيه والمهارات؟ فاطمة لما انتسبت للمؤسسة تقريبا من سنة، مثل أي طفل لما بيجي أول ما يفوت على المؤسسة بتكون أنت ما عارفة قديش المستوى أو الطاقة اللي موجودة داخل هذا الطفل. ولكن من خلال بعد 4 أشهر نحن بنعمل مسابقة كل سنة بنسميها مسابقة وطنية. هيدي المسابقة تجمع كل أطفال لبنان اللي تفوقوا بمدارسهم بنظام الحساب الفوري. فنحن مثلا بال 2015 بشهر 4 عملنا مسابقة جمعت 1000 طالب بنفس المحل، فكانت مسابقة هي ثالث أكبر مسابقة بالعالم من بعد الهند والصين. عملناها بلبنان وكانت فاطمة إلى نصيب تكون من المتفوقين الأوائل بهذه المسابقة ما بين 1000 طالب، واللي أوريدي هني أصلاً كانوا 6-7 آلاف تلميذ، يعني كان يعني هي طلعت من ضمن الأليت بهول بهذه المسابقة. هيدا الشيء بين انه عنا تلميذ جديد ممكن يكون عنده مستقبل عالي جدا بالضبط، فينا نشتغل عليها بشكل كتير كبير انه نحن ننمي هيدي المهارة الذهنية والكفاءة العالية بالادراك بدماغ هيدا الطفل ليصير باعلى مستوياته، مش بس بالحسابات الفورية، بالعكس ذاكرتها بتصير افضل، تركيزها بيصير افضل، تحليلها بيصير افضل، الخيال بيصير افضل، المنطق بيصير افضل، الحسابات بيصير افضل، الرياضيات بتصير الاولى بمدرستها، وفي تلاميذ سبقوها اصلا اكبر منها صاروا على مستوى المدرسه، مش بس هن التلميذ يصبح انه الاول او الثاني، يصبح الاول على صفه اول شيء، بعدين بصير الاول على الشعب اللي هن فيه، بعدين بصير الاول على مدرسته، بعدين بصير مسكر كل السكورات. فتجربتنا مع فاطمه هي، وانا هذيك المره حطينا لها صوره على الفيسبوك وانا قلت انه عندها مستقبل كتير كبير بالعبقريه، عندها مستقبل كتير كبير انه تكون هي انسان مهم جدا بالمجتمع، ولكن نتمنى انه يقدر هذا المجتمع لانه للاسف نحن بلبنان بالذات بلبنان الطاقات البشريه والموارد البشريه نحن غير مستفاد منها. علما انه سنة 1920 كانوا يقولوا الثورة الزراعية هي الحل في بناء الشعوب، بسنة 40-50 قالوا الثورة الصناعية، بال70 الثورة التكنولوجية. اليوم اجمعت كل الدراسات انه من سنة 90 وطلوع الثورة الإنسانية البشرية هي الأساس، هي الأساس في بناء الشعوب، وفازت بالمرتبة الثانية، وفازت المرتبة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية بالمسابقة، جمعت 26 بلد من الهند، من الصين، من تايوان، من الفار إيست، من أمريكا، من كندا، من كذا. بدأنا بلد. طبعاً نرى بعض الصور طبعاً للطفلة فاطمة حميدانة طبعاً حمدانية. يعني أنا بدي توقف عند هالعبارة مع الست ميرفت، لتكون عبقري لازم تكون فاطمة حميدانية. هو المركز حتى المركز ما خصكم. قديش برأيك أنت كأم هالعبارة ممكن تأثر على نفسية البنت؟ لو سمحتي أن يكون المايك قريب من الفم. لك هي عبارة، أول شيء شعور كتير حلو، شعور ما فيك توصفيه أنه بنتك تطلع بهالمرتبة، الحمد لله بفضل الله يعني لتوصل لهالي. لما حتى المركز لازم تكون عبقرية، لازم تكون فاطمة حمدانية، يعني ما فيني أوصف لك قديش حلو، بس فعلا صارت مسؤولية أكبر أنه لازم هالبنت أنا أهتم فيها أكتر، لازم هالبنت انا شو عندها طاقه وشو عندها مواهب فعلا نمي لها. طب ما بتخافي انه مجرد هيك جمله بتنقلها من حيز التميز والابداع يلي هي فيه الى حيز الغرور؟ لك هلا عند فاطمه يعني مش لانه بنتي بس اكيد لا،
لانه هلا هيدي يعني المقابله مثل ما قلتي لابدي تطلع معنا، بتطلع تصوير تحل ما في مشكله، بس ما بدها تطلع للشهره ولا حدا، خلص انا بعرف هالقد ماما وانا شاطره ما بدي حدا يعرف يعني. فمن جهه فاطمه لا بضمنها باذن الله يعني 100% معي. السبب في الضمان هل يعود الى التربيه الاسريه على التواضع لله. على فهم الذات على الموضوعيه؟ طبعا الفهم الاسريه والذات، ونحن انه الله سبحانه الله اللي اعطانا هيدي الموهبه الله سبحانه وتعالى، فلازم نشكر الله انه الله ميزنا يعني بالشيء هذا. لازم على طول انه ماما انتبهي يعني انه نحن هيدي تحافظي عليها بالشكر الله سبحانه يعني وتعالى. هيدا البعد الايماني ويمكن هي مناسبه لنحكي انه فاطمه بنت 8 سنوات ونص، هي محجبه وفازت بالولايات المتحدة الأمريكية فعلا. وكانت بحجابة. كان في حدا غيرك محجب فاطمة؟ لا. كنت الوحيدة؟ وحدا قال لك ليه محجبة هونيك؟ لا لا. كنت مبسوطة أنه أنت كنت مميزة بحجابك عن الكل المشاركين؟ كان في كتير من أي دول كانوا؟ كتير. كنت تفهمي عليهم بلغاتهم؟ لا. لا. طيب هلأ من نعمل اختبار مثل ما عملوا لك بأمريكا اختبار هلأ فوري، بدك تساعدني دكتور هادي نبلش معها بالجمع؟ نحن حنعمل اختبار هيك مباشر عفوي يعني من دون ما نحضر. انا حقول الارقام حبلش انا معها بالسهل شوي. حبلش بالسهل. حنبلش بخمس ارقام بالجمع. طيب رقم منقول 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 8 33. برافو. طيب هلا اعملي لها واحد ثاني من دون السرب منتال بس بالانجلش بالانجلش رح نحكي انجليزي، اعذرونا مشاهدينا انجليزي بس بالارقام عشان بالارقام لانه بطلب من فاطمه. بنقول 9 + 6 + 5 + 7 + 3 + 9 + 8 + 2 49. برافو احسنتي يا فاطمه. طيب هات لنصعب شوي انا حاعمل لها 2 digits انا ححلهم على السربان، هي حتحلهم منتل. منتل بالتايمز ضرب نعطيها اول شيء حنجمع 2 digits حنجمع 2 digits 5 أرقام 6 أرقام 7 أرقام whatever شو هن. اوكي يلا وانت على الكالكوليتر انا اتاكد اذا جبت تفضل دكتور هادي اعطينا الارقام منك تساعدني. 23 + 16 - 22 - 50 + 23 = 28. ما شاء الله مزبوط الجواب. ما شاء الله. حنعمل لها وحده ثانيه لفطومه، هي عباره عن ديفيجن قسمه. القسمه حنعمل لها مثلا 80 كنا عم نقول قبل شوي بدنا نعطيها شيء ما يكون في فواصل في باقي 84 divided by 4 اوكي 21 برافو 21 85 divided by 5 مثلا 17 100 أصعب لك يا شوي هذي 132 divided by 3 44 برافو ما شاء الله يعني أحسنتي. بس أنا بدي أفهم هيدولي دكتور هادي فهمني الإشارة هول اللي السؤال اللي سألتيه أول شيء اللي هو بيقول أنه كيف بنجمع الشق الأيمن بالشق الأيسر. اليوم في عنا هيدي اللي هي السربان هي عبارة عن خرز. كل خرزة بتعني رقم محدد. عادة لما أنا إجي أسألك 6 + 7 قدي جواب 13. لما إجي صعب عليك شوي قلك 23 + 57 قدي جواب؟ لا هلا بك تختبرها اختبار دم على الهواء. 23 + 57 بياخد وقت لانه صحيح. لما سالتك 6 + 7 انت اعطيتيني جواب من عقلك اللاواعي حافظتيها مليون صحيح. مره بس لما قلت لك 26 + 57 وقفت. طب اذا بسالك سؤال كتير سهل 20 + 50 70 لما قلت لك 26 + 57 وقف دماغي هون لانه بحاجه لمهاره اسمها التحليل بدنا نحلل صحيح.
فالتحليل اليوم هو انه انا بدي اجي اقول 6 بلس 7 اللي هن 13 اللي قلتيه هون، 20 زائد 50 70، ولكن هون بدي حلل، بدي فكك، بدي جمع، بدي. كيف يساعد هذا على التحليل هنا؟ هيدا لما بيجي انا بيجي بقول انه هيدي الخرس اللي هون هي عباره عن 1، اللي تحت هي 2، اللي تحتها هي 3، اللي تحتها هي 4، اللي فوق هي 5، لانه بهيدا الصف اللي هون اسمه هيدا العمود بنسميه عمود الاحاد. الأحاد في من 1 لـ9، يعني إذا أنا بدي لنقول 6 بيخد هالخرزة مع هالخرزة، 5 من فوق ووحدة من تحت، أو 5 من فوق وأربعة من تحت بيطلعوا 9. هيدا الشيء بيخلي الولد يشوف، يصير يتخيل، يشتغل بالجهة اليمنى، يتخيل إنه لما أنا بدي رقم 7 يعني خرزة من فوق وخرزتين من تحت هي اللي حركة الإيد. لما بدي 9 يعني خرزة من فوق وأربعة من تحت. لما بدي 14 يعني خرزة من العشرات اللي هي 10 وأربعة من تحت ليطلعوا 14. فهيدا عم يجمع مهارة التخيل والتصور اللي هي بالشق الأيمن من الدماغ مع مهارة التحليل لما يجمع 26 زائد 57 على السربان، فيجمع الشقين بنفس الوقت ولكن مع تركيز عالي جدا، لأنه 6 زائد 7 لحتى نجمعها على السربان نحن بنحتاج إلى، وهذا في المرحلة الأولى تدريب. وفي مرحلة ثانية يصبح عملية ذهنية كاملة من غير اللجوء إلى هذه الأداة. سنعود ونركز على الشق الأساسي بهذا الحوار.